مرحباً أصدقائي، سنتحدث في هذا المقطع عن التغير الفيزيائي والكيميائي، التغير الفيزيائي هو تغير في المظهر والشكل فقط، لا ينتج عن هذا التغير أي مادة جديدة، فمثلاً إن قص شعر شخص ما هو تغير فيزيائي لأن الشعر حافظ على مواصفاته. كذلك بالنسبة للفاكهة إن قطعناها إلى قطع أصغر، حدث التغير في الشكل فقط. تحويل الورقة إلى طائرة ورقية هو تغير فيزيائي؛ لأن الطائرة تملك خصائص الورقة الأصلية. التغير بين حالات المادة الواحدة هو تغير فيزيائي فذوبان المواد المثلجه مثلا لا يغير من خصائصها ويمكننا ارجاعها الى الحاله الصلبه خلط المواد ايضا قد يكون تغيرا فيزيائيا فمثلا اضافه الملح الى الماء يغيرها فيزيائيا لاننا نستطيع فصل الملح عن الماء في وقت لاحق اما التغير الكيميائي فهو تغير ينتج عنه ماده جديده هناك دلالات عده على حدوث تغير كيميائي اولا رؤيه احتراق او نار ثانيا حدوث انفجار ثالثا حدوث تغير في الحراره من دون تسخين او تبريد رابعا حدوث تغير في اللون خامسا حدوث تغير في الرائحه سادسا وجود فقاعات بعد خلط المواد معا شكرا لمشاهدتكم اصدقائي سلام Created using Powtoon.